هناك أحاديث صحيحة كثيرة توجه المؤمن عند فساد الزمان أن يعتزل المجتمعات الفاسدة. وقبل أن أمضي في الحديث عن هذه الأحاديث وشرحها لا بد من مقدمة. أيها الإخوة، كنت أقول دائما الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لعلي أضع أيديكم على مرض يعاني منه معظم المؤمنين، مرض أنه يصلي فلا يشعر بشيء، يقرأ القرآن لا يشعر بشيء، يذكر الله لا يشعر بشيء. في مشكلة، هذه الصلاة التي نصليها هي التي أمرنا الله بها؟ إله عظيم خالق السماوات والأرض يأمرك أن تقف وأن تقرأ وأن تركع وأن تسجد دون أن تشعر بشيء، حركات إيمائية لا معنى لها، في عنا مشكلة. المشكلة أيها الإخوة فيما يبدو لي أن الكبائر إذا تركها الإنسان وتوهم أنه فعل شيئا عظيما نقول له لا، هذا طالب العلم، هل يعقل أن يقتل؟ هل يعقل أن يزني؟ هل يعقل أن يشرب الخمر؟ هل يعقل أن يسرق؟ مستحيل. من أين مأخذه طالب العلم؟ لا يمكن أن يؤخذ من الكبائر، مستحيل. ما من طالب علم في مسجد إلا وهو يجتنب الكبائر، من أين يؤخذ؟ لما هذا الحجاب بين الإنسان وربه؟ لما يصلي فلا يشعر بشيء؟ لما يتصدق فلا يشعر بشيء؟ لما يقرأ القرآن فلا يشعر بشيء؟ لما يذكر الله فلا يشعر بشيء؟ في مشكلة، في مشكلة كبيرة. فالإنسان إما أن يأخذ دور النعامة، يضع رأسه في الرمل ويتوهم أنه على حق، هو من طلاب العلم الشرعي ومن جامع الفلاني وشيخه فلان وإخوانه كلهم طيبين ومن جامعه ما في، بس عمليا ما في اتصال، في حجاب. متى يمكن أن تتصل بالله؟ كلام سأقوله لا أقوله لعامة الناس، أقوله للخاصة، أقوله لطلاب العلم. إذا في شهوة أغلى عليك من الله، الطريق إلى الله مسدود. لعلك تقول هذه قسوة بالغة من أستاذ، هذا تزمت. إذا في شهوة أغلى عليك من الله، أنا هالشيء ما فيني أتركه، ما حسمي أخي، حضارة هذا عايش مع الناس كلها، مع العالم كله عايش، بس هذا في سم بالدسم. الله عز وجل أثبت للخمر بعض المنافع، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهي محرمة تحريما قطعيا. ما دام في معصية، ما دام في مخالفة، أنا لا أتزمل ولا أشدد والله، بس أنا أضع يدي على الجرح. ما دام في مخالفة، ما دام في نظرة لا ترضي الله، ما دام في صورة تثير الشهوة وأنا أتابع النظر إليها على أساس أنه هذا الشيء لابد منه، حضارة، عيش مع العالم، عيش مع العالم بكل تفاصيل أحداثه. يعني إذا الإنسان سمع عن زلزال تركيا وما رأى أي صورة من صور الزلزال، شو صار يعني؟ بيموت من جوعه؟ إذا ما رأى الصورة، رأى سمع الخبر، ما الذي يحصل؟ إذا في مع الصور أشياء مثيرة، طيب أنت تقدر تصلي العشاء بعد منها؟ كن واقعي، أنت إذا كان في نظرة لشيء لا تجوز، هل تستطيع أن تتصل بالله عز وجل؟ فأي شيء يمنعك عن ذكر الله، يحجبك عن الله، ينبغي أن تضحي به. ولا يحدث شيء، ولا يحدث شيء إلا كل خير.
فأنا أتمنى على كل طالب علم يكون حكيم نفسه، يراقب قلبه، يتابع أحواله مع ربه. في شيء يمنع أن أتصل بالله؟ هل أنا متلبس بمخالفة، بمعصية، بتقصير؟ ما لي مؤدي واجب معين؟ ما عم أدي فرض معين؟ ليست حواسي منضبطة كما ينبغي؟ إذا في تقصير أو في مخالفات هتلاقي في حجاب، هتلاقي الكلام ممل، هتلاقي الصلاة ثقيلة. صدقني أقول الحقيقة، هتلاقي الصلاة كالجبل، تصلي كيفما شئت. بأقل قال له لا طولا، أم قال مدهامتان، قال له طولت ثنتين بركعة واحدة، مدهامتين بركعة واحدة، مدهامة مدهامة رانا. يعني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أتمنى أن الإنسان يعامل الله بصدق بوضوح. يعني إذا أنت تركت شهوة متعلق بها من أجل أن ترضي الله، الله بيحرمك شيء؟ ممكن تكون محروم يلي أعطى نفسه حظها، هذا غير محروم، ويلي ضبط شهواته وضبط حواسه هذا المحروم؟ مستحيل. يجب أن تعتقد أيها الأخ أنه مستحيل ألف مرة أن تعصيه وتربح، وأن تطيعه وتخسر. أنا لا أقول أن المؤمن معصوم، بس المؤمن حريص حرصاً لا حدود له على أن يستقيم على أمر الله. فحينما تؤثر رضاء الله على كل حظوظ نفسك، عندئذ الطريق إلى الله سالك أبداً. وليس هناك أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك أثمن من رضاء الله. خالق الكون راض عنك، ليس هناك أعقل ممن يمشي برضوان الله، ليس هناك أحدم ممن يضبط شهواته كلها. وليس في الإسلام حرمان. يا أيها الإخوة الكرام، هناك قواعد مستنبطة من حركة الإنسان في الحياة. يعني أهل الإيمان إذا سهروا مع بعض الرجال، أهل العصيان مختلط، يعني بحسب ما يبدو للإنسان. الاختلاط أمتع للإنسان، كل امرأة لابسة أجمل ما عندها وتبرز أجمل مفاتنها، وأنت تتنقل عينك من واحدة لواحدة لواحدة، هون تطرح طرفة، هون بتضحك، هاي هون سهرة مبلولة بيقولوا العوام، هذيك ناشفة. يعني معقول إنسان يلتزم الحق ما يكون أسعد ألف مرة من هذا المتفلت؟ إله عظيم يلي أطاعه وخاف أن يعصيه ورجى رضوانه وخشي عذابه، هذا حيكون أقل سعادة من المتفلت؟ دققوا بهالكلام أيها الإخوة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يلي بيته نظيف يأتي إلى بيت من بيوت الله، يصغي الأذن إلى الحقيقة، إلى شرح حديث رسول الله، إلى تفسير كلام الله، هذا يعامل من قبل الله عز وجل كما يعامل إنسان متفلي. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في كتاب الله إلا قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كل شيء في مخالفة بعد عنه، ولا تعبأ به ولا تنظر إليه، ولا تقول إنه حضارة يا أخي عايش مع العالم كله، ونقل أمضي هذه السهرة من محطة إلى محطة، أرى الأخبار تارة، الرياضة تارة، أحداث العالم حدث في مثل هذا اليوم، يا أخي
عايشين مع العالم كله. أنا أقول لك عش مع ربك، هو مصدر السعادة الله عز وجل. فالله عز وجل عزيز، معنى عزيز لا يمكن أن يقبل عليك إلا إذا آثرته على كل شيء. كلمة قد تكون صعبة لكن والله الحقيقة مرة. إذا في شهوة أغلى عليك من الله، الطريق إلى الله غير سالك. تصلي صلي، تصوم صوم، تحج حج، حضار مجلس علم، كل من رواد مساجد. أنا الذي أريده حينما تدخل بيتك وتقول الله أكبر، لك طريق إلى الله، في خط ساخن مع الله، فيك تناجي، فيك تدعوه، فيك تحس أنه بحبك، أنت غالي عليه، فإنك بأعيننا. حتى الإنسان يكسب وقته، ما يجعل وقته كله حركة بلا هدف. أيام مشكلة أهل العلم، مشكلة طلاب العلم، يعني أحياناً تنقلب حركات إلى عادات مألوفة. يعني إلي في يوم الجمعة بيجي على الدرس، وبينتهي الدرس بيحكي مع أخوانه، بعدين بيسهروا سهرة مختصرة، بعدين بيروا عنده. اليوم الجمعة والأحد والثنين والسبت يعني جزء من عاداته. نحن نريد مؤمن متألق، نريد مؤمن مقبل على الله عز وجل، نريد مؤمن مصطلح مع الله، نريد مؤمن قيم تحكمه، مبادئ الدين تحكمه، نريد مؤمن يقول لا بملء فمه لمخالفة شرعية، نريد مؤمن قوي بالحق. خذ الكتاب بقوة حتى تقطف ثمار الدين، من أجل أن تشعر أنا والله الذي لا إله إلا هو أنا أرسي بحال مسلم مقصر. يعني لا مع أهل الدنيا مرتاح، ولا مع أهل الإيمان مرتاح. مع أهل الإيمان يتشوق أن يكون مثلهم وهو ليس مثلهم، في تقصيرات لأنه محجوب، محجوب بالتوافه. يعني كلمة لعلها غريبة، الإنسان لما يرتكب كبيرة ينحجب عن الله، الكبيرة تتناسب مع الحجاب، أما ينحجب عن الله بالصغائر وينتظر تنحجب عن الله بإطلاق البصر فقط ما سوي شيء، تنحجب عن الله باللغو في شوية غيبة ونميمة، تنحجب عن الله بذنوب تراها صغيرة. يعني إذا اللي عنده 50 جهاز كهربائي بالبيت، التيار الكهربائي فصلوا عن بعضه متر أو فصلوا ميلي متر مثل بعضهم، المحصلة واحدة، التيار انقطع. إذا كان انقطاعه بين طرفي التيار متر، لما ميلي متر مثل بعض. العبرة أنه هالمخالفة حجبتك عن الله. فلذلك أنا مرة ذكرت أنه الشيطان ذكي جدا، أول محاولته مع الإنسان يحمله على الكفر بالله، فإن رأى هذا الإنسان على عقيدة متينة يحمله على الشرك، الشرك أهون، فإن رأى توحيده قويا يحمله على البدعة أن يبتدع شيئا في الدين، فإن رأى اتباعه للسنة قويا يحمله على ماذا؟ على ارتكاب المعاصي، يبدأ بالكبائر، فإن رآه على شيء من الورع يحمله على الصغائر، فإن رآه بورع عالم لا أدر عليه بالكفر ولا بالشرك ولا بالابتداع ولا بالكبائر ولا بالصغائر، يحمله على التحريش بين المؤمنين، خصومات بين المؤمنين دائما، خصومات بين الجماعات، خصومات بين أفراد الجماعة الواحدة، بين أخطاب الجماعة الواحدة، على طول في خصومات.
قد تكون مفتعلة من فعل الشيطان. لا تستأهل هذا التمزق، لا تستأهل هذه الفرقة، هذا من عمل الشيطان. فإن لم يستطع آخر سهم يحمله على أن يغرق في المباحات، يعتني بطعامه وشرابه وبيته وأكله وسيارينه، لازم يتمتع بالحياة. شايف التسلسل من الكفر إلى الشرك إلى الابتداع إلى الكبيرة إلى الصغيرة إلى التحريش بين المؤمنين إلى المباحات. فالبطل الذي يستعصي عليه يستعصي على الشيطان. بصراحة مفهوم الشيطان عنا غير واضح، ضبابي، وفي الأعم الأغلب قلما يؤمن به إنسان، وقد يكون الشيطان متغلغلا في كيانه. أيام إنسان يتكلم كلمة أنا والله الذي لا إله إلا هو، أشعر أن شيطانا بداخله يتكلم، بيفسد علاقة وما حقق مكتب. إذا الإنسان أفسد علاقة بين اثنين وحقق مكتب، يعني هذه بترك. أما يفسد علاقة من دون تحقيق مكتب معناها شيطان، شيطان بكل معنى الكلمة. فالإنسان إذا ما استعاذ بالله من الشيطان قد يتغلغل في كيانه، وقد ينطق بلسانه، وقد ينظر بعينيه، شيطان يتكلم لإفساد العلاقة. يعني أيام تدخل امرأة لبيت صغير، البيت تكون الزوجة سعيدة بزوجها وراضية عن زوجها وفي حب وفي ود، البيت واسعكم، أنت شو دخلت؟ لازم تكرهها بهالبيت. شو قدم لك زوجك على الولادة؟ والله ما قدم لي شيء. حوينتك أنت؟ والله بليق فيك غير هالرجال. شيطان يتكلم. أيام المرأة تتكلم بلسان الشيطان لإفساد العلاقة بين زوجين. أيام إنسان بالسوق يتكلم بلسان الشيطان لإفساد الشراكة بين شريكين. أبدا. يعني أربع أخماس كلام الناس الشيطان ينطق بلسان الناس. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أيام المعلمات دون أن يشعر تتكلم كلمة مع طالبة بتحطمها تحطيم، بتخلق عندها عقدة لا تنتهي بسنوات. هذه العقدة شيطان، كلمة قاسية، كلمة تحطيم، أنت غبية، طفلة سمعت أنها غبية خلاص تتوهم أنها غبية فعلا. فالإنسان ينتبه، إذا كان مع الرحمن كلامه طيب، كلامه بيشجع، كلامه يجبر الخاطر، كلامه يقوي المعنويات. نعم. فالإنسان إذا غفل عن الله عز وجل الشيطان موجود. يعني أخي اليوم قدم لي هيك قصاصة جريدة أعجبتني. الإنسان لما يتنفس ويصفر من أنفه أو فمه غاز الفحم، البعوض يتحسس بوجود الإنسان من 64 كيلومتر من خلال زفيره. أستاذ في فلوريدا أجرى دراسة عميقة جدا حول ما الذي يجذب البعوض إلى الإنسان. زفيره عنده حساسية البعوض أن تنتقل هذه الرائحة التي تشعر بوجود الإنسان من 64 كيلومتر. يقول الإنسان كلما أخر نظافته بصير جاذب للبعوض. إذا كان
يعني حمامه قليل، ما تحمم كل يوم أو يوم يوم، لا حمامه قليل، فالعرق اللي على جسمه هذا أكبر جاذب للبعوض. فلاحظت المثل لو طبق على الشيطان، الإنسان لما بيغفل عن الله عز وجل يصير جاذب للشيطان، لما بيغفل الشيطان ينجذب له. في آية تؤكد هذا المعنى، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استزلهم الشيطان جعلهم تذل أقدامهم ببعض ما كسبوا، لما غفل عن الله عز وجل انجذب إليه الشيطان. فيا أيها الإخوة، الدعاة لا يملكون إلا أن يقنعوكم، لا يملكون إلا أن يبينوا لكم، بس ما نملك شيء آخر إلا أن نبين. فالإنسان يجب أن يكون حكيم نفسه، إذا كان في مجلس يحجبه عن الله اركل هذا المجلس بقدميك، إذا في نزهة تحجبك عن الله اركلها بقدميك، إذا في لقاء ليس فيه حق اركله بقدميك، حافظ على سلامة قلبك. فلذلك في آخر الزمان فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني الكهف الآن بيتك ومسجدك، في بيتك حر، تغلق الباب تصلي، تغلق الباب تقرأ القرآن، تغلق الباب تربي أولادك، تغلق الباب تؤنس زوجتك، عبادة، وفي المسجد تطلب العلم وتصلي. الأماكن الأخرى والعياذ بالله أحد يعني سبب للفتنة والبعد عن الله عز وجل. فنحن في باب استحباب العزلة عند فساد الزمان. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله في فرار من خطر، الخطر هي الفتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يعني الطرقات فيها فتن، والأماكن العامة فيها فتن، والمقاهي فيها فتن، والمطاعم فيها فتن، والسفر في فتنة أيضا. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ففروا إلى الله، فر من أماكن الفتن إلى الله عز وجل، يعني لا أبالغ، التجول في الطرقات بلا سبب في أيام الصيف ومساء أليس فيه فتنة؟ واضحة، التجول في الطرقات بلا سبب، في طريق مزدحم بالكاسيات العاريات، أنت كمؤمن يجب أن تسير في طريق موازي له غير مزدحم، ولو كان عندك تحليل طبي بمكان مزدحم المشي في هذا الطريق في فتنة. أنا مرة ضربت مثل على شكل طرفة، أنه واحد دخل لمقهى مؤمن، جلس أمام واحدة متفلتة، قال أعوذ بالله، فنظر إلى اليمين واحدة أخرى هنا، قال أعوذ بالله، نظر إلى اليسار لقى واحدة أخرى، قال أعوذ بالله. نقول له شو جابك لهون أنت؟ مجيئة كله غلط له، هالمكان ليس لك، هذا المكان ليس لك. يعني بتلاقي واحدة محجبة بمطعم متفلت، ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ هذا المكان ليس لك. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن أنا أخاطب طلاب العلم، لعل تقول إنه الأستاذ متشدد متزمت، معقول؟ أنا أخاطب طلاب العلم، بدأت درسي إذا كان هناك شهوة أغلى عليك من الله الطريق إلى الله غير سالك،
وأنت محجوب عن الله، إلى درجة أن حبك لله يحملك على ترك كل شيء يغضب الله. والله أخ بأمريكا، يعني إذا أنا بأمريكا يعني ممكن شوف 500 قناة. قال لي والله بعته وشعرت بسعادة لا توصف وهو هناك. مرة بخطبة ألقيتها عنوان الموضوع أخرجوا هذا الوحش من البيت. الخطبة مضمونة أنه إنسان جاء ضيف فاستقبله ورحب به وأجلسه في صدر البيت وأصغى إليه هو وأولاده كل يوم ساعات طويلة وتغاضى عن كل المشاهد القبيحة التي أطلعهم عليها. ضيف الصدر والكل قاعدين متأدبين مساء أنتم، أشياء معقولة وأشياء غير معقولة، أشياء مقبولة وأشياء غير مقبولة، أشياء مخجلة وأشياء غير مخجلة. صاحب البيت اكتشف بعد حين أنه هذا الضيف استقطب أولاده كلهم. الأب أصبحت مهمته أن يأتيهم بالطعام والشراب فقط، فاعل صار الأب، وأولاده يأكلون ويشربون ومع هذا الضيف. ثم اكتشف هذا الأب أن هذا الضيف غير قيم البيت كله. أنت في نقطة خطيرة جدا لما أنت تطرح سلوك حي متحرك ومحبب، أنت عم تغرز قيمة. إذا كان أنا أريت فتاة صغيرة بيت عصري متفلس اختلاط رقص مثلا، والله شيء حلو، بيت متزمت متحجر كله حرام، هي الطفلة بتحب هالبيت هذا، هيك بيصير. فلما أنا بسمح لأولادي يشاهدوا هالمشاهد، الاختلاط، شرب الخمر، العلاقات الغرامية ولو كان شباب، هي كلها قيم عم تنغرز دون أن أشعر. فجأة يكتشف الأب أن أولاده ليسوا ملكه ولا يعبؤون بقيمه إطلاقا ولا بدينه ولا بالمبادئ التي جاء بها الدين. أولاده نموذج آخر صار، خسر أولاده. والله لا أذكر تفاصيل هذا الموضوع، ألقيته أنه هذا الوحش استقطب كل أولاده وجعله خادم فقط يأتيهم بالطعام والشراب. ثم إن هذا الوحش أيضا أفسد العلاقة بينه وبين زوجته أو بين الزوجة وزوجها وبين الأب وأولاده. فقال هذا صاحب البيت إن لم أخرج هذا الوحش من بيتي لا يستقيم لي الأمر أبدا. هذا الشيء الواقع. فأنا أتمنى أن يكون في انضباط، يكون في شعور بسلامة القلب. أي شيء حجبني عن الله؟ هذه المشاهدة، هذه المتابعة. فإذا كان حجبت عن الله بها يجب أن أنتهي عنها. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الغني الخفي، رواه مسلم. يتقي الله، يتقي أن يعصيه، وغني عن الناس. يعني ورد في الحديث طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. طوبى واحد ارتكب حماقة كبيرة أنه صور نفسه مع أهله بالفيديو بفيلم واستأجر فيلمين ثلاثة من محل
أفلام تمثيليات، وضع الفيلم الذي صور نفسه مع أهله في غلاف مستأجر، صاحب المحل هالفيلم ما مو له، الفيلم شاهده شيء فاضح جدا، صار أجره وصل لأخي صاحب الفيلم لأخوه، فنبهه اضطر يبيع بيته بالشام وينتقل لحمص خوف الفضيحة. طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. أيها الإخوة الكرام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ الاستقامة لا تحتاج إلى قناعة فقط، تحتاج إلى طاقة، طاقة روحية عالية. المؤمن في عنده طاقة روحية مشحون، يعني شخص يعني يغلي، يعني بتحسه في طاقة كبيرة. يبدو أن الإنسان حينما يحضر مجلس علم وحينما يأوي إلى بيوت الله يشحن. مرة جاءني مصباح كهربائي يشحن بالطاقة الكهربائية العادية، فأنا المصباح علمني درس بليغ، لما أنسى أشحنه ويلزمني نايس، لما أشحنه كالشمس. كذلك المؤمن يحتاج لشحن أسبوعي. كلكم راقبوا نفسكم، إذا ما انشحنت روحياً تضعف أمام الشيطان، في حالة نفسية القوة الروحية تأتي بها حينما تشحن. الله جعل خطة الجمعة شحن أسبوعي، من ترك الجمعة 3 مرات من دون عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا الإنسان ما شحن يجربه. أنت حينما تشحن أسبوعيا عندك طاقة، شحنت يوم الجمعة كثبت أحد قوي دقيق ضابط أمورا، ثلاثة ضعف الأمور معك. إذا عندك حساسية بالغة بتلاقي الشحن خف، يعني يوم الخميس تلاقي حالك مثل الناس، صرت بتجي على الخطبة تنشحن شحن جديد. فالنبي قال، قيل له: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. الصلاة تعمل شحنة، والخطبة تعمل شحنة، ولقائك بالمسجد يعمل شحنة. أنا أقسم لي أخ كلام، أقسم لي بالله، والله صادق عندي، قال لي أيام تكون مشغول، عنده شغل كبير، فبلاقي بقيان للعشي 5 دقائق والدرس ينتهي العشاء، قال لي بيجي بلحق الصلاة فقط، بلتقي مع الأخوان حس براحة، ما سمع ولا كلمة ولا حرف. دخل لبيت من بيوت الله، التقى بإخوانه، أخذ شحنة خفيفة، طبعا شحنة خفيفة مو عالية، أخذ شحنة خفيفة، شعر براحة. فالله عز وجل كأنه يريدنا أن نفعل ذلك. والله الحديث أنا ذكرته يمكن سابقا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.
أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله أنت ماذا تفعل؟ تزور الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. طبعا ما في كاسة بوضة أبدا ولا كاسة شاي، لكن في شعور بالأمن، في توفيق باليوم التالي، في حفظ إلهي، في تأييد، في نصر، في طمأنينة، في تطمين، في ثمار لا تقدر بثمن. مؤمن ملك تلاقي أكبر ثمرة معك رؤية صحيحة أبدا. أما المنحرف عن منهج الله معه رؤية غلط، عنده عمى بصيرة، يرتكب أكبر حماقة ويدفع الثمن باهر، وقد يدمر نفسه أعمى لأنه. أما المؤمن المفتح، المجيء للمسجد وسماع دروس العلم وسماع تفسير كلام الله، تفسير سنة رسول الله، يعمل رؤية صحيحة. أخطر شيء عملك أساس رؤيتك. إن صحت الرؤية صح العمل، وإذا صح العمل سعدت في الدنيا والآخرة. وعنه أيضا أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. يعني إذا كان محل بمكان ما في نساء أفضل، محلين تجاريين، واحد أمام ثانوية بنات فرضا، واحد بسوق آخر، هذا أفضل. دائما ابتعد عن مواطن الفتن، ابتعد عن مواطن الشر. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والفتنة أشد من القتل. كيف؟ مثل بين أيديكم، فتاة بريئة طاهرة طيبة عمرها 8 سنوات أو 5 سنوات، أخذها أبوها في الجاهلية وحفر لها حفرة ودفنها وهي حية. تقول: يا أبي، تناديه وهو يهيل عليها التراب. مرة رجل وأذ بنته وذكر القصة للنبي، صار يبكي النبي أمامه، بنت مثل الملائكة. طيب هذه البنت التي وئدت أين مصيرها في الآخرة؟ في الجنة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. أما الآن بنت ب18، كل شيء فيها ظاهر للناس وكأنها عارية تمشي في الطريق. طيب هذه حينما يأتيها الموت أين مكانها؟ في النار. طيب ما معنى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل؟ بالجاهلية قتل تحت التراب فدخلت الجنة، أما الآن أطلقها، افتخر فيها. هذه ابنتي، ألا تستحي بهذا هذا المنظر الفاضح؟ هذه ابنتي. لذلك تقول البنت يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، هو سبب إفسادي لأنه. فيا أيها الإخوة، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أؤوا إلى الكهف، أؤوا إلى مسجدكم وإلى بيوتكم، وصاحب المؤمنين لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ورعي الغنم في بعد عن ازدحام المدينة وعن فساد المدينة. ملخص الدرس أيها الإخوة: الجليس الصالح خير من الوحدة، والجليس السيء والوحدة خير من الجليس السوء. فيجب أن تختار مجالسك كما تختار أكثر الأشياء خطورة لك،
صاحب ساحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كما قلت في درسين سابقين، يعني اجلس مع أخوانك جلسة تذاكروا العلم وتفقدوا بعضكم وأعينوا بعضكم بعضا واشحنوا بعضكم بعضا. الحياة الآن فيها فتن كثيرة، ونحن في أمس الحاجة إلى التعاون، إلى أن يشحن بعضنا بعضا شحنة روحية قوية، أن تعين أخاك على طاعة الله، أن تشجعه على طاعة الله، أن تصبره حينما يدفع الثمن باهظا، هكذا ينبغي. أخواننا الكرام، كتاب رياض الصالحين كتاب مبارك جدا. أولا، كل أحاديثه صحيحة ومبوب تبويب رائع، وكل باب في بعض الآيات تصدر بها الأحاديث. فإذا الإنسان كان في بيته كتاب أحاديث، كتاب فقه، كتاب سيرة، كتاب تفسير، سمع شريط، علم أهله، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية ولو آية. أنت يوم الجمعة اتذكر نقاط الخطبة وعملها محور حديثك طول الجمعة. أختك عزمتك على الغداء، إلا يا أختي سمعنا هيك يوم الجمعة. أما هذا حديث الدنيا لا ينتهي. ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. لا، جلسة يقف منها الجالسون محطمين، ما في أمل، ما في خبر سار. الآن إذا الإنسان حكى بالأمور العامة بلاقي مشكلة، دول عظمى تستقطب العالم كله، لئيمة قوية تبني مجدها على أنقاض الشعوب، تبني حياتها على فناء الشعوب، إثناء الشعوب، تبني غناها على إفقار الشعوب، تبني أمنها على إخافة الشعوب، هكذا. مطالب كثيرة والدخول قليلة والأسعار ترتفع والمياه قليلة، فإذا كان بدك تبحث في أمور المعيشية ما في خبر سار. لذلك اطلب من الله السلامة، وكذلك ننجي المؤمنين، لك معاملة خاصة إذا كنت مع الله صادقا، لك معاملة خاصة، لأن الله عز وجل يعني مستحيل يعامل مؤمن كما يعامل واحد فاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. فأنت عليك تكون مع الله، مهمتك الأولى أن تعبد الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.